انا ولدي قاصر حكموا عليه النهار الاربعاء نهار 18 الشهر 30 عام. والدري قاصر وهذا السيد عنده 34 سنة اللي تيتعدى عليه ديما حاقرو تيتعدى عليه وديما ولدي كان تيشكي ليا منه وحنا ما كنقدوش على الصداع. وهذيك الليلة صوت ولدي في الليل قدام الناس كاع كلشي الناس حاضرين وديت ولدي انايا للسبيطار الفوق مستعجلات ودرت له شهادة طبية وجدتو وشروت له الدواء. قلت لي انا غادي مع ناس مطلقة وساكنة غير مع خوتي هو ديما كيعاني. قلت لي صافي ولدي انا غنمشي نكري ونديك ونحيدو ولدي كاع من هاد الصداع والمشاكل. مشيت انا نتسارع للكرة فاش صبح الحال مشيت نتسارع للكرة جا هذاك السيد هز السنسلة قدام الجيران وجا كيخبط في الباب وكيهرس فيه وكيقول لي خرجوا لي الصحيح. وانا ولدي قاصر وهذاك السيد مطلق جوج عيالات ومروح الثالثة وتعدى لي على ولدي. ومني ولدي انا كان ناعس شارب الدواء وناعس ديال داك الحريق والصداع بحرا بحرا كان تنعس. المهم فاش طل كيصيبو كيهرس في الباب والوالدة طاحت قدامه فيها السكر طلع الفوق وبغى غير خوفو راه قدام الجيران بغى غير خوفو ما قصدش يقتلو والله سيدي ما قصدش يقتلو وضرب الحجرة الحيط الاتجاه المعاكس. وهاديك السيد دار عملية راه التشريح الطبي كاين عند القاضي وكلشي عنده ولهذا كيحكم عليه بثلاثين عام. يلا دابا ولدي. والمهم فاش وقعت الواقعة هرب ليا ولدي تصدم وهرب شحال انا كنعاني والناس كيتساراو معايا ما خليت فين تساريت عليه بقى مشرد في الناظور شحال هو في الناظور. المهم لصق فواحد الكاميون مشى قطع الصبليون شدوه في الخيرية 22 يوم راه يمكن لكم تقراو الوثائق اللي ردوا مع الدري من برا 22 يوم باع بيه واحد السيد وردوه. فاش ردو اعتقلوه نهار الاول في رمضان اعتقلوه وجابوه وفعلا فاش اعتقلوه داروا كلشي ضده وداروا ولدي اللي هاجم عليه ولدي اللي متربس ليه وديري ليه القتل العمد في المحضر ديالو. ونهار الاربعاء كان تصدموا بالحكم حكم عليه بثلاثين عام. والله سيدي لا هو اللي عندي وانا مطلقة عليه خدمت عليه وجعت عليه وتحفيت عليه وانا كان عاني يا سيدي تنعاني مع خويا كبير كل خطره كيهججني من الدار وبغى معاه الوالد ديالي توفى الله يرحمه وكل خطره كيقول لي خرج بينا نبيعو الدار وانا كنعاني اخويا انا وولادي انا كنعاني. الدريه عندي جوج بنيات دريه دروكا الكبيره كتعاني من هذاك الواقعه اللي جا كيهرس في الباب وكيهاجم عليهم. دروكا بنتي انا كتشرب ليا الدواء ديال المهدئات ديال طبيب نفساني ما مركزه لا في قرايتها لا حتى في حاجه. وهذا الشيء اللي عطى الله يا سيدي انا ما بغيتش يحكموا على ولدي ظلما نكوك. انا كنطلب من المسؤولين والمحسنين يعاونوني ويعاودوا الحكم نظر في الملف ديال ولدي الله يجازيهم بخير. انا كنطلبكم الله يجازيكم انا عاد درويشه وسولوا عليا كبير وصغير وهذاك الدري ولدي درويش راه يمكن ليك تخرج وتسول عليه كاع الجيران كبير وصغير ما عمرو ادى شي حد هو اللي خدام عليا وكيعاونني باللي قسم الله. انا كنطلبكم الله يجازيكم بخير تنطلب المسؤولين والمحسنين يعاونوني في ولدي. انا ما بغيت حتى حاجه بغيت غير ولدي راه عندي غير هو وما قصدش يقتلو ما قصدش يقتلو والله سيدي ما قصدش يقتلو. انا السيد شفته بالليل انا نشهد لله شفت انا الدري بالليل تيبكي تيقول لهم انا راني تظلمت في الزنقه وتيبكي وجاي عامر دم. الغد لي انا مشيت للسوق كان ديك الساعه العيد الكبير مشيت نشري الحولي جيت تلقى السيد ميت قدام الدار ديالهم. اشنو ما شنو تنسول في الجنه تيقول لهم جاي ليهم لاوي سلسله في يدو وتيغوت يقول لي هود ليا نقتلك هود ليا الدري صغير يعني واحد الدري صغير راه ضروري ما غاديش يقد يهود باش يتضارب مع هذاك. والدري كبير بقى تيطل من السطاح ربما الدري كانت حدا شي حجره ورماها وطرمات لي وجات على هذاك السيد ومات. هما تيقولوا لينا راه داك الدري مهرس في راسو جات ليه الحجره كانت لي سبب ديالو ومات. هذا هو اللي كاين يعني الدري راه مات قدام الباب وجا هاجم. والدري صغير اولا بعدا يديروا بحساب داك الدري انه صغير ما عندوش العقل وواحد جاي عنده يعني قال لك مطلق ثلاثه العيالات يعني ناضج عارف اش يدير ما غاديش اولين يدير راسو في السيد الصغير. الدري ما عنده 18 عام مع واحد جاي عنده في عمره 24 ولا مع 23 عام
وجاي لي مرصد ليه وجاي لي وقال لك داير شبكه في راسو. هادشي اللي كاين هادشي اللي شفنا، يعني هاد السيد اللي شفت انا راه محقور ما غاديش يديرو 30 عام عاوتاني بزاف. 30 عام للدري قصير، يعني راه مشات لي حياته كامله، يعني حتى هو راه مات غادي يشوفوا ان هاد السيد باقي للمستقبل ديالو. الدري راه جا هاجم عليه السيد تال قدام الباب، يعني مات قدام الباب، راه مشى ريح في السبيطار ربما يمكن شي سيمانه ولا معاد 15 يوم عاد مات وقال لك داير شبكه في راسك. هادشي اللي غادي نقول لك اخويا، هادشي اللي شفنا بعينينا، شفت بالليل وشفت بالنهار. عاجل السبب على ذاك الدري على عمرو، راه ماشي زعما انا هو يقتلو ولا راه السبب ديال الله جعل عمرو. اصلا هو كان مريض داير عمليه في راسو تسبب عليه راه الشيء اللي كاين، ما كاينش شي حاجه اخرى. راه 30 عام راه بزاف عليه، 30 عام راه بزاف عليه، ماشي القتل العام زعما راه تسبب عليه وصافي جاب عمرو عليه. المهم الدراري راه تحسوا من بعضياتهم، الدري صغير جا كيجري طلع في حالته في السطح، الاخر جا للباب كيدق عليه وكذا، والدري مع ديك الخلعه وكذا راه لاح الحجره هو ما فراسوش الاخر لتحت، والسيد بعدا عنده الشبكه في راسه، يعني راه على خاصو غير درجه على الموت، يعني هذيك الدقه راه غير سبب. لحقاش مع هذا السيد عنده الشبكه في راسه راه بروبابلي انه غادي قريب يموت، يعني ديك الدقه راه سبب. و30 عام الدري عنده 15 عام راه نورمال يبغي ينتحر ولا يدير شي حاجه في راسه لداخل، حيت 15 عام وتخمم 30 عام غتولي عندك 45 عام، يعني مستقبلك ضاع، ما بقالكش علاش تخرج ولا شي حاجه، يعني راه حتى هو راه من راه يقدر يبدا يخمم في الموت في ديك البلاصه، يعني عادي انه يخمم ينتحر. علاش؟ حيت راه يحس براسو مظلوم، وغادي يشوف كاسوس اخرين اللي عاطينهم فيهم غير 15 عام 10 سنين وفي الكاسو ديالو عاطينه 30 عام، راه غادي يضروا الحال وغيبقى فيه الحال بزاف. من الاحسن راه خاص بنادم يتفاهم مع داك الدري حيت راه باقي عنده مستقبل قدامه، هذا عنده 15 عام مازال مينور ديضا، ما مكملش لا مايوريا ديضا. حنا كسكان الحي كنشوفوا ملي الدري مظلوم وجي هاجم عليه حتى قدام دارهم هذاك، وضو هذاك مات قدام الدار ديال الضحيه. وحنا شفنا بلي هذاك السيد هو اللي هاجم عليه وتكرفس عليه بالليل وتعدى عليه بالليل، هادشي عاد جا هاجم عليه قدام دارهم، وهادشي تنقولوا وهادشي راه ماشي حكم. ومسكين الدري راه يتيم، امه مسكين عاد تطلب عليه، ما ماشي مسكين ما فتاقشوش وما في حالوش، وديك 30 عام اللي عطاوه ماشي حكم، ماشي هو ذا الحكم المطبق عليه.